ماذا ستفعلان بعد أن استقرت الأمور؟ وماذا بيدنا يا مولانا أن نفعل؟ لقد أعطيناكم كل المعلومات التي تبغون. إن وجودنا بين قواتكم سيكشف تعاوننا معكم ويصمنا بالخيانة. وأنتما بالطبع مخلصان. وأنت خير من يقدر الإخلاص يا مولاي. ويكافئه بما يستحق، خاصة وأنكم هزمتم جيش سليمان شاه هزيمة نكراء. وبذلك أصبحت الطريق إلى بغداد مفتوحة أمامكم، بحيث لن يكون أمام الخليفة المستعصم إلا الاستسلام. وجئتما تطالبان بالثمن. ليس ثمنا، بل تقديرا منكم لجهودنا وتعاوننا. إننا طامعان أن نبقى بين حاشيتكم إلى أن تنهوا احتلال البلاد فتولون على ولايتين، أو تقسم بغداد بيننا بالتساوي. سألجأ إلى القسمة. سأكافئكما بما تستحقان. هل سمعتما عن دستورنا الياسى؟ إنه يدين الخيانة، وعقوبتها واضحة محددة، هي الموت. صحيح أننا خنا يا مولاي، ولكننا خنا عدوكم الخليفة المستعصم. من يخن مولاه يخن سواه. كيف أضمن بعد الآن ولاءكما؟ سألجأ إلى القسمة كما طلبتما، لكنها قسمة ستفاجئكما. أخربا من أمام ناظري، فلم أرى في حياتي خسة كهذه. خذوهما. Thank you.